الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا معاشر الإخوة، وأسأل الله جل وعلا في أول هذا اللقاء أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فقد تقرر عقد هذا المجلس الأسبوعي في التعليق بما ييسر الله تعالى على رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقع الاختيار في هذا المجلس وفي المجالس التي تأتي بإذن الله على رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر لما مات 67 سنة عليه رحمة الله وغفرانه. وشيخ الإسلام ابن تيمية علم من أعلام المسلمين لا يخفى عليهم، أقر له بالعلم الواسع وسلامة السيرة وقوة الذكاء والنباهة والتبحر في علوم المنقول والمنقول، شهد له بذلك الأعداء قبل الأصحاب، وأقر الجميع مسلمهم وكافرهم بأن الله جل وعلا ألان لهذا الرجل العلوم ووفقه للتبحر فيها، حتى إنه إذا تكلم في علم ظن الظان بأن ابن تيمية لا يحسن إلا ذلك العلم. وسيرته رحمه الله تعالى قد اعتنى بها العلماء وألف فيها المختصرات والمطولات، وكتب عنه طلابه، وكتب بعض من جاء بعده في محنته وفي لقاءاته وفي مصنفاته وفي كراماته، فإنه كان فيما يظهر والله أعلم يعني له صلاح وله كرامات عظيمة تكلم عنها طلابه. ومن أراد أن يقتصر على كتاب واحد فليقرأ كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلد كبير، وهو الذي طبع ضمن المشروع الذي أنشأه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في العناية بكتب ابن تيمية. وهذه الوصية الصغرى هي وصية استوصى رجل من المغرب فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال له اكتب لي وصية. وسنبدأ قبل البدء في التعليق عليها، سأخبركم بأن هذه الوصية من قرأها يظن أنه قد قرأ لعالم كبير طعن في السن وتعلم مع الأيام العلوم والخبرة في الحياة وغير ذلك، ولكنكم ستتعجبون من عمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الزمن الذي كتب فيه هذه الوصية. فقد قيل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد كتبها وله من العمر 37 سنة، أي كان ذلك يعني نحو من 30 سنة قبل وفاته. عمره 37 سنة يعني في منتصف عمره، يعني 37 سنة يعني عمر ما زال الإنسان شابا، واضح. ولهذا قيل إنه كتبها سنة 98 و600، يعني لم يدخل حتى في يعني في أواخر القرن السابع. وانظروا كيف بدأ المستوصي وهو رجل من المغرب. فهذا الرجل من المغرب بلغه علم ابن تيمية في المشرق فجاءه، فأنت تتعجب تقول متى بلغ ابن تيمية تلك الدرجة في العلم حتى صار الناس يسمعون به في أقصى المغرب ويأتيه إلى أقصى إلى المشرق، فهمتم؟ وليس في ذاك الوقت كهذا الزمن
زمن المعلومات السريعة ووسائل التواصل، والرجل يلقي الكلمة في أقصى قارات الهند فتبلغ مباشرة إلى المغرب والناس يسمعونها. ولهذا الآن تجد بعض الناس لهم أتباع وهم لم يلتقوا بهم ولا مرة. العلم قديما لم يكن هكذا، بل كان بالسماع، وما الذي بلغهم هو سيرة عطرة لهذا الرجل. فسأل ابن تيمية بسؤال ينم عن أدب وعن معرفة قدر لهذا الرجل، فقال السائل وهو أبو القاسم ابن محمد التجيبي السبتي المغربي، يقول رحمه الله تعالى: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته. فانظروا إلى هذه الأوصاف التي وصف بها العلامة الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كما قلت لكم عمره في نحو من يعني دون 40، يعني لم يبلغ بعد سن الأشد، والناس يصفونه بأنه أعلم من لقيه ذلك الرجل من أهل المشرق والمغرب. ثم استوصى أبو القاسم التجيبي شيخ الإسلام بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. إذن هذا السؤال، فما الذي نستفيد من هذا السؤال؟ نستفيد منه كما ذكرت أولا فضل ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن منزلته العلمية ودرجته العلية قد بلغت المغرب بعد أن انتشرت وشاعت وذاعت في المشرق. الأمر الثاني الذي نستفيد منه، قد يتنكر لك القريب لكن الله تعالى ينشر فضلك عند البعيد، فإن هذا الرجل سمع بفضل ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في المغرب وجاءه ولقيه واستفاد منه ثم استوصاه. وربما من كان يخالط ابن تيمية ومن كان قريبا منهم يزهد في علم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وربما ازدراه وربما كان شانئا مبغضا له. وهذه سنة الله جل وعلا في كونه، وقد قال عروة بن الزبير قال أو هشام بن عروة قال: أزهد الناس في علم الرجل أهله. وهذه قد ذكرها أبو خيثمة في كتاب العلم وغيره، فأزهد الناس في علم الرجل أهله، فربما زهد في علمك القريب. وتأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تنكر له أهل مكة وصناديد قريش، وإن كان آمن به من آمن من مكة من السابقين الأولين، لكن الله جل وعلا جعل له النصرة والغلبة والدولة بناها في المدينة، لأن ذلك أمر وخير أراده الله جل وعلا لأهل المدينة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خاف الأنصار أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وينسى أولئك الأنصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولقد أحسن شيخ شيوخنا العلامة سالم بن عدود رحمه الله تعالى بقوله: خلوا النفوس وحبها أجناسها وبلادها، واستجلبوا إيناسها نهوى أناسا لا نلائم أرضهم، ونحب أرضا لا نلائم ناسها، فإذا أتينا الأرض لم نتناسهم، وإذا أتينا الناس لم نتناسها، كالضبية الدهماء نغص عيشها ألا تضم
قرينها وكناسها لم نسه عن ذاك الخليط وما نرى ذاك الخليط لفضله عن ناسها. ومما نستفيد من هذه المقدمة وهذا السؤال أن العبد ينبغي له أن يستنصح العلماء فيما يصلح قلبه ودينه ودنياه، ولا يسأل العلماء إذا لقيهم فيما لا ينفع. فكم من سؤال صار كتابا، وهذا الكتاب صار درة تشرح في كل وقت وحين. ومنها هذه الوصية، يعني أبو القاسم التجيبي لم يؤلف كتبا بلغتنا، وليس عالما معروفا عندنا الآن تشرح كتبه ويعلق على منظوماته، لكن ما الذي ترك هذا الرجل فيما بلغنا؟ والله أعلم بما لم يبلغنا، لكن فيما بلغنا ماذا خلف؟ خلف سؤالا نافعا انتفع هو به ونفع الله جل وعلا به خلقا عظيما. فيا طالب العلم ويا أيها المسلم عموما وأيتها المسلمة، إذا لقيت أهل العلم وأهل الصلاح من عباد ومن علماء استوصهم واستنصحهم فيما ينفع، فربما يكون لسؤالك يعني فتح لأبواب خير عظيمة أنت تموت ولا تعلمها، ولكن الله جل وعلا كتبها ومن قبل ذلك علمها، وسيعطيك وسينالك من ثوابها يوم القيامة ما لا تحتسب. قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه إن كانت في السوء والعياذ بالله، فإن الخير كذلك إذا جاء للعبد من حيث لا يحتسب فإنه رحمة عظيمة، ربما تغفر به الذنوب وترفع به الدرجات وتفرج به يوم القيامة وفي الدنيا المدلهمات والكروبات. فإياك يا طالب العلم أن تسأل عما لا ينفع، والعكس بالعكس وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد أو سوءه الضد. فانظر إلى بلية جملة من طلاب العلم والعياذ بالله بسبب أسئلتهم، كم من فتنة بين عالمين، وكم من فتنة بين قرينين، وكم من فتنة بين ولي أمر وعالم، وكم من فتنة بين فلان وفلان، بسبب ماذا؟ بسبب أسئلة مفبركة، بسبب أسئلة نيتها مبطنة لا تحمل في طيها نفعا للمسلمين بقدر ما تحمل فرقة وتفريقا، وليس سببها نصرة السنة كما يزعم أصحابها دائما، إنما هي أغراض الله أعلم بها. لكن الذي نعلمه أن كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل فإنه لن يبقى، وشواهد الحق فيما نرى ظاهرة، وهي خير برهان على أن ذلك لا يبقى. وأما الأسئلة النافعة التي هي فيها صلاح الدين والدنيا هي التي تبقى، ومنها هذه الرسالة، ومنها الواسطية، ومنها الحموية، ومنها الفرقان، ومنها غيرها. بل شيخ الإسلام ابن تيمية كان لا يكتب ابتداء، إنما يكتب ردا على باطل، أو يكتب إذا رأى الحاجة، ومن ذلك أسئلة أهل العلم. فاحرص يا طالب العلم على أن تكون مباركا أينما كنت، عالما أو متعلما. لهذا قال السلف كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، يعني لا أنت من هؤلاء ولا أنت من هؤلاء. نستفيد من هذه المقدمة أيضا أن العبد لا مانع ولا بأس أن يستوصي أهل العلم فيما يصلح أيضا لدنياه. فإن هذا الرجل لم يستنصح ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يستنصحه في أمور الدين فقط، بل قال فيما فيه صلاح ديني ودنياي. ولهذا سأله فيما سأله عن أرجح المكاسب، يعني ما هو العمل الذي تنصحني أنت به كإمام معظم مقدم عارف بالله جل وعلا. وصرحه شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام يأتي في موضعه. أيضا مما نستفيد من هذه المقدمة أن تقدم بين يدي سؤالك ثناء على العالم، وليس هذا تملقا، وليس هذا يعني من باب ذر رماد في العيون حتى تصل إلى مأرب، لا، بل تثني على العالم بما هو أهله. وهذا يصلح أكثر في الرسائل،
لأن هذا ربما أرسل له هذه الرسالة، واضح؟ ولكن لا بأس العالم أن تقول يا فضيلة كذا أسألكم عن كذا، وتستعمل الأسلوب المناسب، فإن طالب العلم إذا حرم الأدب حرم العلم، فإن الأدب عنوان السعادة وقلة الأدب عنوان الشقاء والبوار. وكم حرم من حرم من الناس العلم بسبب قلة أدبه. ولهذا نبل ابن القيم في طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان لابن القيم من التأدب مع شيخه، ونحن نراه في كتبه بعد موت شيخه، فما بالكم كيف كان في حياته. ولهذا لما تظهر للعالم ليس على وجه التملق بل على الوجه الحق والصدق رعاية لحقه تظهر له الأدب، سينشط ذلك العالم لأن يعطيك ما لا يعطي لغيرك. ومن تأمل قصص السلف وقصص علمائنا المعاصرين يجد هذا الأمر واضحا بينا. هذه المقدمة إذن التي ذكرها أبو القاسم قبل سؤاله، وهي فيها فوائد أخرى لكن فيما ذكرنا كفاية. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نبدأ في الكلام على جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ أجابه رحمه الله تعالى على كلامه نقطة نقطة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وبعد. بالنسبة لأسئلة الدرس الأول من الوصية الصغرى، السؤال الأول هو ما الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها عند عرضه للسؤال على شيخه؟ أدب السؤال يبحث في كتب طلب العلم وأداب طالب العلم، ولا يزال العلماء يعتنون به، وقل أن تجد كتابا في باب منهجية الطلب غيره إلا وفيه مسألة السؤال. وإذا أردنا أن نجيب على وجه الاختصار عن هذا، فيقال أن الطالب ينبغي له أن يسأل عما ينفعه في دينه ودنياه. ولنا فيها سؤال بالقاسم التجيبي المغربي يعني قدوة في هذا السؤال الذي نفع الله جل وعلا به الخلق منذ ذلك الوقت. لنا أيضا في سؤال رضي الدين الواسطي عن العقيدة الواسطية أيضا يعني خير قدوة. فالأدب الذي يراعى له أمور. الأمر الأول أدب متعلق بالسؤال نفسه، وهذا يكون عن النافع. ولهذا كره السلف قديما السؤال عن الغرائب وعن الافتراضات والأمور التي لا تقع، ولهم في ذلك أجوبة مسكتة عجيبة في من أراد أن يتنطع ويتكلف السؤال. هناك أدب يتعلق بالشيخ نفسه، فلا تسأل شيخك كما تسأل غيره، وكما تسأل قرينك، وكما تسأل تلميذك وغير ذلك. فالسؤال مع العالم غير السؤال مع غيره، لأن الله جل وعلا يقول في سورة النور في آخرها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداك تجيبه كما تجيب غيره، ولا أنت إذا ناديت النبي صلى الله عليه وسلم تناديه كما تنادي غيره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الكبرى، والعلماء ورثة الأنبياء، فلهم من ذلك الأدب بحسب ما عندهم من ميراث النبوة. ونحن لا نتبرك لا بعالم في جسده ولا غير ذلك، وإنما المراد التأدب، وعليه فلا بد من التأدب في السؤال. وهناك أدب بطالب العلم، فينبغي لك أنت إذا سألت أن تسأل ما يعني لا يفتح عليك باب شر. فالله جل وعلا قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكم من سؤال جاء الجواب يعني على غير ما أراد ذلك السائل فأضر به، وكم من عالم يعني كتم علما لكن الناس أرادوا أن يظهروه، فلما ظهر ذلك العلم ربما أضر بهم. فمن الحكمة في التدريس أنه ليس كل ما يعلمه الإنسان يقوله، بل يقال بحسب أفهام ومدارك الخلق. وكم من مسألة عرضت على شاب حدث فأوردته المهالك. وهذا باب واسع، لا أدري هل لعل المشايخ يتكلمون في أداب طالب العلم وغيره،
وإن لم يعني يتيسر للآن فإن شاء الله ستكون دروس في منهجية الطلب وما يكون في منهج طالب العلم وسمته وغير ذلك. السؤال الثاني: ما أفضل طبعة وشرح لهذه الرسالة؟ الطبعة التي من أول من نشر الكتاب هو صبري بن سلامة شاهين في نشرة مفردة، والكتاب مطبوع في مجموع الفتاوى، لكن طبع هذه الطبعة طبعة شهيد، ثم جاءت طبعات بعدها، لكن لم أقف عليها وليس لي بها يعني دراية، لكن طبعة شاهين معروفة، والكتاب مختصر يعني ليس فيه كبير عناية. المفيد العناية بالنص أن تكون موافقة لما كتب المصنف قدر المستطاع، هذا هو. أما كثرة التحشية الكتاب وإثقاله وصفحات يصير مجلد كبير هذا لا ينبغي، بل يثقل الكاهن طالب العلم، ولو أفرد ذلك لشرح لكان أحسن من أن يفرد لتحقيق يبالغ فيه في الحواشي. أما الشرح، شروح الصوتية كثيرة، ومن العجيب أن العناية بالوصية الصغرى كانت قليلة، ثم ما شاء الله يعني في السنوات الأخيرة انتشرت شروحها بشكل عظيم، ويعني بعض مشايخنا لا تمر عليه السنة إلا وله عليها شروح، وليس شرح واحد، لكن من أحسن الشروح التي طلعت عليها في الاطلاع القاصر، وما شهدنا إلا بما علمنا شرح الدكتور إبراهيم الحمد. شرح الدكتور إبراهيم الحمد موجود صوتيا وموجود مكتوبا، فهو كتبها واعتنى بها وتتبع مخطوطاتها وتتبع تاريخها ومعانيها ومحتواها وشرحها شرحا بديعا، يعني تميز بمتانة المادة العلمية مع لطافة المادة الأدبية، فيجد الإنسان في قراءة شرحه صراحة عذوبة، وقد استفدت منه كثيرا لما كنت أعد منذ سنوات شرحا لهذه الوصية الصغرى، فأنا أنصحكم بهذا الشرح حقيقة هو محرر. السؤال الثالث: ما الذي ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه عند عرضه للسؤال على شيخه؟ هذا تم الإجابة عليه. السؤال الرابع: هل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينصح بقراءتها في بداية الطلب للمبتدئ؟ لا، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منها ما يصلح للمبتدئ، ومنها ما يصلح للمتوسط، ومنها ما يصلح للمنتهي، ومنها ما يصلح إلا للعلماء المتقدمين في العلم، يعني العلماء الذين كبروا، ولا يستطيع بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تناولها جميعا إلا حقيقة المحققون في العلم، لأن شيخ الإسلام بحر، والبحر تدرون فيه مستويات، بعض المستوى حتى الطفل الرضيع يستطيع أن لا يغرق فيه، وبعضها أكبر وبعضها يعني بحر لجي عميق لا يستطيعه إلا الماهر من السباحين، وكذلك العلم. ولهذا مثلا العقيدة الواسطية يعني يربى عليها طالب العلم في الأول، واضح؟ العقيدة الحموية تأتي بعد، التدمرية تأتي بعد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية منها كتب تكون في التوسط، مثلا منهاج السنة النبوية، ومنها كتب للمنتهين، يعني حقيقة للمنتهين، وهو كتاب الرد على كتاب درء تعارض العقل والنقل، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. الشيخ الإسلام يغوص بك في بحور من العلم والفلسفة، وهذه فائدة أخذ العلم عن المشايخ. الشيخ يختصر لك الطريق ويربيك، لأنه رباني، والرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، فأنت لو تحضر عند علماء محققين في العقيدة تظن أن كتاب دار تعارض العقل والنقل كتابا سهلا، لأنه هو يختصر لك مباحثه، واضح؟ ثم أنت إذا ارتقيت مع ذلك الشيخ تصبح على خطأه. أما الهجوم على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فرأينا من هجم عليها ولم يفهم لركاكة فهمه وربما لسوء قصده ولقفزه لسلم التعليم أنه صارت فيه ركاكة ومحادة لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن كتب ابن تيمية لها منهجية. ومن أحسن يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يستمع له ثم كتب هو محاضرة قديمة لمعالي الشيخ العلامة صالح آل الشيخ، اسمها كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أو كيف تقرأ يعني يا طالب العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه أنصح بها كل من أراد
الاستفادة من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن بإذن الله تعالى في هذه الدروس سننظر الآن الوصية الصغرى، ربما بعدها نرتقي إلى العبودية، ربما إلى التحفة العراقية، نبقى في كتب مختصرة حتى نرتقي فيما بعد إلى ما هو أكبر منها. السؤال الخامس: كيف أطهر قلبي من شوائب الشهوات؟ كيف أطهر قلبي من شوائب الشهوات والشبهات والفتن؟ هذا سؤال عظيم، سيأتي بإذن الله تعالى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة إلى هذا. والشهوات يطهرها الصبر، والشبهات يطهرها اليقين، وإذا سلم القلب من الشهوات والشبهات صار سليما، وإذا كان القلب سليما يتجنب بإذن الله تعالى الفتن. والله جل وعلا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قالوا: بالصبر تستدفع الشهوات، تحتاج صبر ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وباليقين تستدفع الشبهات. والشهوات هي في الحقيقة يعني أمر يتبع فيه العبد هواه ويميل إلى ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء، والشبهات خلل عقدي متعلق باليقين، وكلاهما في الحقيقة يدفع بالعلم النافع. ولهذا قال ابن سعدي في أول منظومة القواعد، قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، والمنة هي النعمة العظيمة، علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فقوله ويكشف ذي المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فالشك هو خلل الاعتقاد، والدرن هو الوسخ وهو خلل الشهوات، ومن سلم منهما كان سليما. قال جل وعلا: قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جماعة من المحققين من أهل العلم: هو السالم من الشهوات والشبهات. واضح، لأنه إذا يعني تركته واحدة تهلكه الأخرى، ولا ينجو العبد إلا إذا نجا منهما. ولهذا كانت مصيبة النصارى في الشهوات، ومصيبة اليهود في الشهوات. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ولهذا قال: من قال من أهل العلم، قال: هؤلاء قصروا في العلم وهم النصارى فصاروا إلى الشطح، وأولئك قصروا في العمل فصاروا إلى الشك، وكلاهما أمراض عظيمة. فالحاصل أنه كيف يطهر العبد قلبه؟ بالعلم النافع، وبكثرة سؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد، ثم اتباع المنهج النبوي في الفتن، ومن ذلك عدم استشراف الفتن، لأن الفتن من استشرفها استشرفته، ومن أطل عليها اختطفته. ومن ذلك صحبة الصالحين، والبعد عن صحبة البطالين، ولا أن تصحب إنسانا عاميا لا يدلك على شر، وإن كنت لا تستفيد منه علما كبيرا، خير لك من أن تصحب إنسان ظاهره العلم وهو في الحقيقة يرديك في شباكه من الشهوة أو الشبهة. فعلى العبد أن يتبع ما يسلم فيه دينه. السؤال السادس: ما الفرق بين الوصية الصغرى والوصية الكبرى؟ الوصية الكبرى أطول من الصغرى، والوصية الكبرى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأتباع عدي بن مسافر رحمه الله تعالى، وهذا كان رجلا صالحا في القرن الخامس الهجري، غلا فيه أتباعه وانحرفوا عن الجادة في مسائل السلوك والاعتقاد، فكتب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية وصية يذكرهم بواجب هذا الدين من جهة الاعتقاد والعبادات وغير ذلك، وهي رسالة عظيمة مطبوعة في مجموع الفتاوى، مطبوعة مستقلة، وهي تقرأ بعد هذه، إن شاء إنسان يقرأها يقرأها بعد هذه. والوصية الصغرى هي التي بين أيدينا الآن. كيف عرف أنه كتب الوصية وعمره 37 سنة؟ هذه ذكرها من حقق الكتاب، ولهذا أرشدتكم إلى كتاب إبراهيم الحمد، لأن إبراهيم الحمد تكلم عن هذا الأمر، وهو أنه ذكر في بعض المخطوطات أن هذه الوصية قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حين كتابتها قرأت عليه 97 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت على مصنفها إذن هي كتبت قبل ذلك، فالغالب أن شيخ الإسلام كتبها كما قلت لكم بين 36 أو 37. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.